مين متذكر ايش الفايتال كاباسيتي؟ يلا شكرا ضل ثلاثة بالإضافة للريزيرف صح؟ كيف بدك تطلب؟ هلا المريض إجا عمل سبايرومتري، بدك تعرف أنت الفايتال كاباسيتي. أنت شو بتحكي لمريضك عشان يعمل، عشان كيف يتنفس ليطلع معك فايتال كاباسيتي؟ أنا بدي فايتال. هلا احكي لي الفايتال كيف بدك تعرفي؟ طيب دكتور، هاي الدكتور جنبك هو مريضك وانت الدكتور اللي اجالك، واحكي له شو يعمل، كيف يتنفس عشان انت يطلع معك فايتال كاباسيتي. اه دكتور بدي اول شيء يعمل ماكسيمم. علي صوتك واحكي معه هو اسمع. بدي اول شيء تعمل ماكسيمم انسبايريشن. لا دكتور هو عربي اتليست وانت بالجامعه الدوليه. طيب باول شيء تاخذ نفس اقوى ما يمكن، اكثر ما تقدر، وبعدين تطلعه بكل قوه، يعني بكل قوه، لا اقوى من هيك. شو رايك؟ ما يضل شيء شيء. ممكن اخليه ياخذ نفس وهو بيتدرب يعني؟ دكتور ممكن اسمه تبعتيه. لا هسه احنا خلصنا كل هاي الستبس دكتور، هلا بدنا نشوف الفايتال كاباسيتي طبعا، حتى التايدل فوليوم عملنا. ديب انسبيريشن ديب اكسبايريشن. لا دكتور لو يحكي مع المريض، كيف بدك تحكي للمريض يسوي فايتال كاباسيتي؟ بتحكي له ياخذ نفس قوي ويطلعه. So it's expiration after forceful or maximal inspiration. هاي ال vital capacity. مين بده يعملها؟ فرجيني كيف. Expiration after forceful inspiration. Okay. هلا في إشي اسمه forceful vital capacity. بال forceful vital capacity أنا بدي أطلب من المريض to expire forcefully, quickly and completely after forceful inspiration. شو الفرق عن اللي عمله الدكتور هلا؟ يلا دكتور أنت جايك مريض، كيف بدك تشرح له؟ بده يعمل forceful vital capacity. هاي مريضك جنبك. احكي له شو يسوي، وعلي صوتك عشان نسمعك. احكي له إله. دايما تبلش انسبيريشن. طيب هو مش فاهم المريض، انت فهمت شو زفير كامل وشو شهيد كامل؟ دكتور يلا باقي عندنا الدكتور خلينا نشوف. احكي كيف بدك تحكيها للمريض. خذ نفس القوة مع الدين وخلعك. هاي هذا مريضك، اشرح له كيف يسوي عشان هسه راح يسوي لنا فورس فايتال كاباسيتي. يلا بدك تسحب هواء على اخر ما بتقدر هسه. اسحب. هو السبايروميتر بتمه بيكون، فبدك تعطيه كل الانستراكشنز قبل ما يبلش مره واحده. يلا دكتور اسحب نفس بقوه قد ما تستنى شوي. اسحب نفس بقوه بعدين طلع باقوى ما عندك واسرع ما عندك وللاخر. يعني على السريع اسحب بعدين اطلع. لا اسحب اقوى ما عندك بعدين طلعه اقوى ما عندك اسرع ما عندك وللاخر. ممتاز. هاي الدكتور اللي عمله صح بيطلع معنا فورس فايتال كاباسيتي. صح. هلا شفتوا قديش صعب انه احنا نشرح للمرضى كيف يعملوا سيرتن بروسيجرز، كيف انه المرضى ممكن انهم يفهموها. يجولي بس نسوي الاسبايروميتر، نخلي المريض يعيد 3 ترايلز،
بعدين بنشوف قديش هو الاختلاف بينهم. اذا كان اكثر من سيرتن ديجري نرجع بنعيد من جديد لانه هو ما عملهم كونسيستنس، فلازم يكون كونسيستنسي بثري ميجرمنتس. طيب اذا الفورست فايتال كاباسيتي انا ليش مهم اني اطلب من المريض يعملها؟ لانها كثير مهمه بالنسبه لنا. هسه بنحكي ليش. هلا لما يعمل الفورست اكسبيريشن هاد وكويك اكسبيريشن، لانه انا بدي اعرف قديش كان الفورس اكسبايرد فوليوم ان ذا فيرست سكند، الاف اي في 1 فورس اكسبايرد فوليوم ان ذا فيرست سكند. هلا الفوليوم اوف اير ذاتس اكسبايرد ان ذا فيرست 2 سكند فورسفولي بسميه اف اي في 2، والفوليوم ذاتس فورسفولي اكسبايرد ان ذا فيرست 3 سكند شو بسميه؟ FEV3. Usually, كل الفورست فايتال كاباسيتي will be expired in 4 seconds. فبالعادة ما بيكون في FEV5 و6. طيب ليش هاي الأشياء مهمة؟ لأنه الفورست فايتال كاباسيتي والFEV1 اللي هي الفورست expired volume in the first second والريشو بينهم it helped me to diagnose lung disease, to monitor progression of the disease or the effectiveness of treatment in this disease. فرح نحكي شوية بريفلي عن هدول الديسوردرز. هلا respiratory disorders في كتير، بس احنا بهمنا those that are affecting the ventilation اللي فيهم inadequate ventilation. فيقسموا ل obstructive lung disease و restrictive lung disease. بالobstructive lung disease in general عندي المشكلة increase airway resistance لأنه صار في partial obstruction بالairway. زي إيش؟ أزمة في COPD chronic obstructive pulmonary disease اللي هي بتنقسم ل chronic bronchitis و emphysema. restrictive lung disease في عندي مشكلة restricting the lung from inflating completely. restrictive lung disease زي ايش؟ مثلا التي بي. طيب بلش نحكي شوي بس عن الازمه. الازمه كيف بتصير؟ صار هايبر سنسيتيفيتي بالبرونكيول ان ريسبونس تو فورين سبستانسز ان ذا اير. فبصير في عندنا لارج اماونت اوف اي جي اي انتي بوديز. هلا هدول الانتي بوديز they attach to mast cells which reside near the bronchioles and bronchi. المast cells بدها تسوي release ل substances like what? histamine. الهيستامين متذكرين ايش كان الفاسكولار افكت تبعه؟ vasodilation. ايش بتتوقع يصير بالبرونكاي؟ bronchoconstriction. This is one of the effects. كمان لانه It's allergic reaction. نتوقع يصير في edematous walls بالsmall bronchioles. فبزيد thickness تبعها. إيش بدي يصير في الديامتر؟ بدي يقل. زار عندي أنا كمان بالvascular smooth muscle cells صار لها contraction. إيش بدي يصير بالبرونكاي؟ كمان بدي constrict. فالديامتر كمان بدي يقل صح؟ So these changes كمان اللي راح يصير إنه بزيد الميوكس سكريشن within the bronchioles. وشو راح يصير كمان بالديامتر؟ بالديكريز. lower diameter ايش معنى؟ lower capacity. هو resistance صح؟ resistance لشو؟ للاير فلو. هلا هذا الافكت للديامتر less partial bronchoconstriction بيكون more pronounced during expiration than inspiration. ليش؟ لأن الفورس بيكون الاكسبيريشن لأنه passive فالقوة أضعف ممكن بتكون. لا هلا صار active لأنه صار صعب. طب نشوف شو بيصير بالانسبيريشن يا جماعة؟ زاد الفوليوم صح؟ صار في عندي تراكشن لللونجز عشان يصير لها expansion ويزيد ويقل البريشر الموجود بالالفيولاي صح؟ زاد عندي الفوليوم تبع اللنج سحبناها by the negative pleural pressure
مين كمان راح ينسحب معاها؟ البرونكاي والبرونكيوز. سو لما ينسحبوا they already partially obstructed، بس انا شويه بزيد الدايامتر تبعهم، صح؟ طيب هلا هذا بالانسبيريشن. بالاكسبيريشن شو اللي صار؟ قل الفوليوم، زاد البريشر جوا الالفيولاي، صار في عندي ريكويل لللانكس، صح؟ البريشر زاد عليها، فبده يزيد كمان على البرونكيولز والبرونكاي، فراح يزيد البرونكو كونستركشن، بده يقلل الديامتر كمان. فهاي المشكله عندي بالاكسبيريشن، وعندي بوزيتيف بريشر موجود بالالفيولاي عشان انا اطلع الاير لبرا، بينما انا موجود عندي بارشلي كونستركتد برونكاي، فصار في ريزيستنس، فبدي ازيد البريشر كمان تو اوفركم ذس ريزيستنس، صح؟ طب زدت البريشر كمان، صار مور بوزيتيف بريشر، بده يضغط كمان على البرونكاي، فبصير لي كونستركشن اكثر. فهيك الصعوبه الديفيكولتي بالاكسبيريشن اكثر من الانسبيريشن. عشان هيك بتشوفوا هدول المرضى عندهم مشكله بالاكسبيريشن اكثر من الانسبيريشن. طب بصير يطلعوا من تمها وما في، ما بقدر اطلع كل الاير لبرا، فشو اللي بصير؟ بصير لك ترابينج لهذا الاير جوا اللنز. طيب بصير الاكسبيريشن متقطع، بصير فيه هلا هو زاد الاير اللي جوا. اذا ضلوا هذا الاشي كرونيك هيك لونج تايم بدنا نسوي ريموديلينج، structural remodeling، صح؟ فاللي بيصير انا بدي ازيد الكافيتي اللي موجوده جوا to accommodate this higher volume of air. عشان هيك هدول المرضى on the long run او COPD مرضى on the long run بيصير عندهم اشي اسمه barrel chest، ال AP diameter تبعهم بيزيد. هاي هذا normal and this is barrel chest، شايفين كيف بيزيد الـ AP diameter؟ هذا بالـ obstructive lung disease. ليش؟ عشان في عندي trapping للـ air أكثر بالـ lungs الموجودة. هلا مريض الأزمة بشو بيجي بشكي؟ ألم بالصدر. تيجي أنت بتفحص وبتسمع ويزز، صح؟ صوت صفير. ليش هاي الويزز؟ بالضبط لانه الاير فلو صار عندي هون تربلنت. متذكرين زي بالفاسكولار سيستم حكينا كان في عندي سيرتن ديامتر بالكورتكوف ساين، بعدين صار في ناروينج لهي الديامتر فجأة، بعدين رجع الديامتر عالي. فلما يمر الاير تو فلو بيصير هون ديفرنت ديامتر، فبيبطل لامينار فلو، شو بيصير؟ تربلنت فلو. لامينار فلو سايلنت، بينما التربلنت فلو نويزي، عشان هيك احنا بنسمع ويزز عندهم. طيب اذا اجاك مريض كثير تعبان، هو ازمتك معروف بس انت ما بتسمع ويزز، بصير كومبنساتوري يعني معناته باولها؟ لا هو كثير تعبان، واضح انه كثير تعبان، كل الساينز والسيمبتومز تحكي انه هو كثير تعبان، هو جاي على الامرجنسي اصلا. ما في هواء عم بيطلع كثير. سايلنت تشست هاي امرجنسي، هسه بدك تعالجه على السريع لانه بطل في الاير يمر من النارو اير ويز، فبطل في ممكن صار كومبليت اوبستراكشن، فاحنا بسرعه لازم نعالجه عشان ننقذ هذا المريض. دكتور شو رايك؟ لما حكينا انه صار في ترابمنت للاير جوا ما قدرنا نطلعه كله لانه بالاكسبيريشن الكونستركشن بيزيد، شو بتتوقع يصير بالتوتال لنج كاباسيتي؟ بتزيد. شو بيصير بالريزيدوال فوليوم؟ بيزيد. عند هدول المرضى زاد عندي الريزيدوال فوليوم، مش قادره اطلعه كله، بتزيد التوتال لنج كاباسيتي. عشان هيك حكينا احنا بصير في بارل تشيست تو اكوموديت ذس هاير فوليوم. امفيزيما حكينا اتس بارت اوف سي او بي دي، سي او بي دي ان جنرال كونسيدرد اوبستراكتيف لنج ديزيز، بس الامفيزيما اكشلي كان بي كونسيدرد از ميكست.
لأنه بيصير فيها obstructive and restrictive patterns. دكتورة؟ خلي الأسئلة للآخر بليز. طيب وشو بيصير بالانفيزيا؟ شو سببها؟ مين اللي بيصير عندهم انفيزيما؟ سموكرز. السموكينج هو اللي بيسوي التريجرينج فاكتور. لما يصير كرونيك انهاليشن للسموكينج بيصير اريتيشن للبرونكاي والبرونكيولز. اون ذا لونج ران بيصير ماتش كونسومشنز للبروتكتيف ميكانيزمز اللي بالاير وايز. فبيصير في عندنا ديرينجمنت بهاي البروتكتيف ميكانيزمز. مثلا عندنا النيكوتين كان افكت ذا سيليا، بعمل باراليسيس بالسيليا. So that's why بصير في عندي تحت more mucus عند هدول المرضى، بصير في عندنا more susceptible to infections. برضو الميوكس هسه رح يزيد السكريشن تبعه صح؟ الانفلاماتوري رياكشنز رح تزيد. حكينا البرسنتج اوف كرونيك انفكشنز بدها تزيد، بصير عندهم دائما respiratory infections، دائما الميوكس برودكشن. برضو كمان it will affect, it will inhibit the alveolar macrophages. طيب صار في affect the alveolar macrophages that will predispose more to the destruction of the alveolar walls. صار في عندي destruction بالalveolar. وأول إشي حكينا الإفكت كان عن البرونكيول صح والبرونكاي الأيرويز، فهيك صار في عندي resistance، صار obstructive part. كمان الالفيولاي they get infected affected فبصير destruction بالwalls تبعينهم. فشو راح يصير بالdiffusion of gases؟ أكيد it will be affected صح؟ هلا بتصير أقل. كمان الventilation perfusion ratio راح يصير أقل. طيب إذا صار في عندي أنا الالفيولاي ديستراكتد، الكابيلاريز اللي مارين البلمونري كابيلاريز سبلاينج ذيس الفيولاي، شو بده يصير فيهم؟ بصيروا نون فانكشنال، ذي ويل ديكريز. اذا قللت انا البلمونري كابيلاريز شو بده يصير بالفاسكولار ريزيستنس؟ بدها تزيد. زادت البلمونري فاسكولار ريزيستنس ايش هذا بياثر على الرايت سايد اوف ذا هارت الرايت فنتريكل؟ زاد الافتر لود هايبرتروفي يصير دايليتيشن. سو ات ذا اند اوف ذا داي ممكن يصير رايت سايد هارت فيلر تي بي. المسج وصلت صح؟ تي بي. هلا التي بي at later stages ايش اللي بده يصير؟ بده يصير في fibrosis extensive fibrosis باللونج تيشو. فهذا الاشي it will affect the compliance of the lung. تذكروا حكينا ليش مهم ال compliance of the lung؟ So it can inflate, it can accommodate more volume per change in pressure. هلا هاي ال capacity it's affected. معناته انا لما بدي اسوي inspiration شو بتتوقع؟ إذا أنا مش قادرة أسوي much compliance كمية الأكسجين، كمية الهواء الفوليوم of air اللي دخل بده يكون أقل صح؟ الورك اللي بدي أسوي بدي أسوي أكتر عشان أنا أحاول أسوي inflation لللنجز أكتر. عشان هيك بكون المرضى تعبانين عندهم fatigue because they try to get as much as they can from air. طيب هلا مدام صار في عندي destruction بهاي ال compliance اللي صار، هلا بده يصير بعدين expiration. The expiration it's a passive process اللي بيصير recoil. هسا فيش recoil. هلا ال recoil صار وما في opposing compliance لإله، فطلع as much as they can. شو صار هيك بال residual volume بهدول المرضى؟ بده يقل total lung capacity. كمان بدها تقل. هدول بالريستركتيف لانج ديزيزز اكيد بده ياثر بعدين على الالفيولاي وعلى الفنتيليشن بيرفيوجن ريشوز. حكى
كمان مرة حكينا كل هاي مهم نعرف الأنواع تبع الديس أوردرز. حكينا الأزمة والتايب ديس أوردر أبستركتف، التي بي ريستركتف، الأمفيزيما أبستركتف أند أوف ليكس. طيب نورمالي this is showing the FVC forced vital capacity and FEV1 الفورست اكسبايرد فوليوم ان ذا فيرست سكند. نورمالي حكينا بيكون الريشيو اف اي بي 1 على اف في سي 80%. بالابستراكتيف ديزيز شو صار بالاف في سي؟ قلت. طيب شو صار بالاف اي بي 1؟ كمان قلت صح؟ بس الديكريز ان ذا اف اي بي 1 is much more than the decrease in the FVC. لأنه أصعب إشي to overcome the resistance in the first second. So ratio the FEV1 to FVC it will be less than 70%. Now the restrictive disease. شو صار بالFVC؟ كمان قلت. الFEV1 قلت مش كتير. معناتها الريشو هون ما تأثرت كثير بالعكس صارت أكثر صح؟ إذا بالأوبستركتيف ديزيز both the FEVC and the FEV1 they decrease بس الريشو بدها تكون decrease لأنه الديكريز in the FEV1 is more. بينما بالريستركتيف ديزيز كمان both decrease بس ال FVC decrease more عشان هيك ال ratio kind of increase. This is the guideline from the American Association of Family Practitioners. تروح على كلينك تطلع على flow charts عشان تعرفوا differential diagnosis. فعنا هون المريض عملنا له FVC و FEV1. إذا كان أقل من 70% هون yes. بعمل ال FVC. إذا كان لا بعمل ال FVC وبطلع عندي another differential. So نفرض إنه هو less than 70%. ال FVC هلا هون للأدلت وللكيدز بس إحنا حنحكي على الأدلتس أكثر. ال FVC هون مثلا هل هي أقل من 80%؟ إذا أقل معناتها mixed pattern. إذا قلت الريشو والإف في سي كانت لو most likely إنه هو mixed pattern. بينما إذا كانت الريشو أقل والإف في سي مش كتير نازلة it's going more with obstructive lung disease. هلا الobstructive lung disorder ممكن تكون reversible ممكن irreversible. الأزمة usually irreversible is acute بينما CO2 irreversible. However, ممكن الأزمة تكون الريفرسبل صح؟ سو عشان أعرف بعطي برونكودايليتر. إذا صار ريسبونس this is reversible وإذا ما صار ريسبونس إيش هو الريسبونس؟ بده يكون improvement 12% increase 12%. إذا ما صار بيكون irreversible بشوف الديفرنشال دايجنوسيس. هلا إذا كان الـ FV الـ F الريشو عالية وال FVC واطية هذا أكثر مع restrictive pattern. بينما إذا لا غالبا هذا normal للpatient. طيب هلا في عندنا إشي تاني كمان مهم إنه نعرفه اللي هو maximum expiratory flow. قديش الماكسيمم اللي ممكن يوصل له هذا المريض؟ فهنا بلشنا من التوتال لانج كاباسيتي نورمال طلبنا منه ماكسيموم اكسبيريشن وصل لهون الليفل بعدين بصير في ديكلاين وات ايفر الفورس اللي كان يعملها اكثر من هيك ما حيطلع اير اكثر من هيك ما حيصير اكسبيريشن اكثر. This is the maximum for this person. وقديش راح يضل يعطي ايفورت خلص at one point it will stop expiration فبوصل للريزيدوال فوليوم. هذا من نورمال. طب ايش بيصير اذا كان المريض عنده obstructive lung disease؟ بده يفوت اقل
أبستراكتف أول إشي، قديش التوتال لان كاباسيتي حكينا تكون موجودة عندهم؟ عالية. هاي عندها هون النورمال وهي التوتال لان كاباسيتي بالأبستراكتف ديس أوردرز. قديش الفورسفول الماكسيمال فورسفول إكسبيريشن أكثر؟ أكيد أقل من النورمال صح؟ طيب التايدل فوليوم تايدل فوليوم صار في ترافمنت للاير جوا سوري مش التايدل ريزيدوال صح طيب هو بات ذا ريستريكتيف اور ذا كونستريكتيف ديزيز بي ال التوتال لو كانت اصلا اقل من النورمال صح الفورس الماكسيمم برضه اقل لانه اصلا ما عندي فوليوم كثير اطلع شو بصير بالريزيدوال كمان اقل من النورمال دكتورة عم تعتمدي بالريزيدوال على اللانج فوليوم صح هو الريزيدوال اير فوليوم اللي موجود باللانج اوكي هلا هدول الفوليومز اللي تعلمناها ريزيدوال فوليوم اسبيراتوري ريزيرف تايدال واسبيراتوري ريزيرف ذس از نورمال اي واحدة ابستراكتيف واي واحدة ريستريكتيف هذا عنده اعتراض؟ هاي pulmonary function test لمريض بدي تعرفوا لي ايش عنده obstructive ولا restrictive lung disease معكم 2 minutes دكتورة كيف هاي تنقر؟ كيف تنقر؟ بس دكتورة الأرقام كانت بالمئات والآلاف هدول بالليتة دقيقة أنا بحكي ليش بري وبوست تحكي ترايل 1 2 3 قبل الكونديشن دكتور قبل ما يصير الكونديشن ترى علاج لا انا اسف سياره وسيله دكتور ممكن دايليتس طيب الام في سي قديش عند هذا المريض قليل
انتوا شو بتحكوا هلا ابستراكتيف ولا ريستراكتيف؟ ابستراكتيف صح الكل متفق؟ ال FBC عندنا أقل من ال Predictive صح؟ 2.9 versus 3.2 FEV1 1.3 compared to 2.4 ال Ratio 45 So this is Obstructive مالي صح؟ بال Obstructive شو بتتوقع يكون ال Total Lung Capacity؟ Increase صح؟ 5.8 compared to 4.9 Residual Volume 2.7 versus 1.9 شايفين هاد الجراف كمان عنا residual volume is higher and total capacity is higher than the reference this is volume flow curve حكينا احنا عن expiratory part وهذا بيكون ال inspiratory part ان شاء الله المحاضرة الجاية نحكي شوي يلا شو كنا هاي الدكاترة So the reference is based on the age, the gender, and the height. دكتورة في شيء غريب ولا تخيل؟ في شيء غريب قراءة شان اللون كباسيتي قلت بس بنشوف دكتور حسابك أبستراكتف ولا غيرت يا دور بني أبستراكتف دكتور ايش رأيك انت لعبنا كل الأوبشنز أبستراكتف أبستراكتف مش بيكون دكتور لا لو تعرف لا انت دكتورة أنا بهدد لك بيكون هذا طبيعي بس بدخل طب بدخل شو بيصير معه الناس بس بيقلق طيب نشوف FVC 2.6 compared to 3.4 so FVC كمان أقل صح؟ ال FEV1 1.8 versus 2.8 so if FEV1 كمان قلت الريشو 71 صح شوية أقل but it's still more than 70% so it goes more with restrictive lung disease بالrestrictive شو بتتوقع يكون الـ TLC أقل صح
It is 4.4 compared to 5.5. Residual. طبيعي. 1.73 versus 1.76. مش كتير فرق لأنه it's a mild restrictive disorder عند هذا المريض. يعطيكم العافية.